نتكلم عن العائلة العطرية في فصل الشتاء بما أن الآن دخلنا. خليني أتكلم بالمجمل يعني عن العطور وعن العائلات العطرية. إحنا في بلد طبيعة جونا حارة، فدائما نستهلك العطور القوية أو الثقيلة بصرف النظر يعني عن تركيبتها سواء شتوية أو صيفية. الشتاء يحتاج عطور عميقة غنية ثابتة، لأن طبيعة العطر هذه هي مجموعة مكونات أحاديات يعني تدخل في ضمن عوائل كثيرة. فكمصممين لما ناخذ مجموع الروائح هذه ونمزجها مع بعض نطلع عطر له صفة أنه يكون مثلا خشبي. العطور الخشبية من العطور الثقيلة الجميلة العميقة اللي لها محبة خاصة خصوصا في منطقتنا إحنا، تدل على الوقار على الجمال على العمق. فلو أنا مثلا جربت هذا العطر حطيته في عز الصيف أنا فعلا بنكتم، لأنه يعطيني كذا يتك القلب، عرفت يعني مو ممتع مو بفاني على قولهم. فضروري أني أختار العطور الثقيلة الدافية في الأوقات الباردة سواء في الشتاء أو في المساء مثلا في يعني باقي السنة. هذا هو الفرق بين الشتوي والصيفي. طبعا في حياتنا الطبيعية واللي مثل ما تفضلتوا أن العطر هو نمط حياة، يفترض أني أنا ما أخذ العطور الثقيلة طول الوقت اللي هي الخشبيات أو الشرقيات. يفضل دائما في الجو الحار أني أخذ زهوريات، أخذ منعشة الروائح المنعشة علشان بس تعطيني إحساس بالراحة بالسعادة بالانطلاق. جميل. جميل. طبعا نعرف أن في عطور للشتاء في عطور للصيف، لكن لو استخدمنا على سبيل المثال عطور الشتاء في فصل الصيف أو العكس، هل ممكن الروائح بتتأثر بالأجواء؟ تأثر على النفس، يعني مثلا لو تقومين الصباح بتحطين دهن عود انت راح تكونين مكتئبه طول اليوم لانه حار ودهن عود فما يجتمعون مع بعض يعني هذه الريحتين. بينما لو حطيتي مجموعه زهوريه راح تتغير نفسيتك تماما. يعني العطور او انواع الروائح العطريه تحسن المزاج. اذا الواحد يعني مو مره كثير مرتاح لو بخ عطر تتغير نفسيته على طول. فهنا الفرق، أنا لما أقوم بالصباح وفي الصيف في عز الصيف أفضل أني أحط لي عطور يا تكون زهورية يا تكون منعشة يا تكون مجموعة الفواكه والحمضيات تأثر على نفسيتي على أدائي، يعني تعطي دفعة من السعادة فعليا. بينما لما أحط العطور الثقيلة اللي هي مكونات الخشب العود والباتشولي والمكونات الكثيرة يعني لو بعدها الآن يمكن ما ياخذ ما نخلص لأن مجموعات كبيرة. صحيح. فهذه تعطيك يعني عدم الارتياح في الأجواء الحارة، لكنها في البراد لا، بتعطيك الفخامة، بتعطيك يعني الثقة، بتعطيك الإحساس المريح يعني للرائحة الفاخرة أو الفخمة.